السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم هاد الحلوى التركية. كتجي الحقة سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في جميع البيوت. غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الزبدة. انا استعملت هنا الزبدة النباتية، تقدروا تعوضوها بزبدة حيوانية. عندي هنا 80 مليلتر من الزيت النباتية، ما يعادل نص كاس عنبة. عندي هنا كأس عنبة من سكر صقيل أو سكر كلاصي، ما يعادل 125 غرام. وعندي كأس من نشا الذرة أو مايفين، ما يعادل 100 غرام. عندي هنا السكر بنكهة الفانيلا 7 غرام. وعندي هنا البيكين باودر أو خميرة الحلويات 8 غرام. وعندي ملعقة كبيرة من الكاكاو المر. وبالنسبه للدقيق كيبقى حسب الخليط. عندي هنايا تقريبا 450 غرام، وغادي نقول لكم شحال دخلت فيها في الاخر ديال الفيديو. المقادير كلها غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. ندوزو دابا للطريقه. بسم الله غادي نبداو. غادي نوضع الزبده وغادي نضيف ليها المكونات كامله، اللي هي 100 غرام من نشا الذره وسكر بنكهة الفانيلا وسكر كلاصي أو سكر رطب 125 غرام و 80 مليلتر من الزيت النباتية. صافي، وغادي نخدمو هاد الخليط مزيان مزيان حتى ينسجم لينا ويرجع على شكل بوماد. نضيف خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، انتم شوفوا الخليط كيجي كريمي والطريقة سهلة. دابا غنبدا كنضيف في الدقيق تدريجيا. ما نضيفوش الدقيق دفعة واحدة، ونضيف واحد رشيشة ديال الملح نسيتها. واحد الرشة ديال الملح هانتوما كما كتشوفوا العجينه ها هي تجمعات ليا. دخلت هذيك 450 غرام كامله، خليت منها غير هاد الشويه. هانتوما ها واحد جات معلقه كبيره، باش حيت غنقسموا العجين على جوج. نصف العجين غنضيف ليه هاد الملعقه ديال الكاكاو، ونصف الاخر غنزيدوا ليه هاد الملعقه اللي خليت هنا ديال الدقيق. هانتوما غتشوفوا معايا. ما نقصحوش العجينه بزاف، هانتوما نصف العجين. نصف العجين غادي نضيف ليه ديك الدقيق اللي شاط ليا، ديك ملعقه الدقيق هكا. هانتوما هذا هو العجين اللي حصلنا عليه. غنحطو وغنجي نجيب العجينه الثانيه، غنضيف لها ديك الملعقه ديال الكاكاو. وندخلها فيها.
هانتوما من بعد ما دخلت هذاك الكاكاو مزيان فيه، هانتوما شوفوا هذا هو العجين اللي حصلت عليه. دابا ولات عندي العجينه البيضاء والعجينه اللي باللون الاسود. دابا غادي ندوزو للطريق كيفاش نشكلوه. صافي دابا من بعد ما شكلنا العجينه البيضاء والعجينه السوداء، غادي ناخذ العجينه البيضاء وغادي نشكل منها واحد الحرابل بهذا الشكل هذا. وغادي نقطعهم بالسكين بنفس الحجم. نحاول نجيبهم قد قد، وكناخذ كل جزء تنشكلو هكا على شكل كور هذا الشكل هذا. كنديرهم هي صغيورين بطريقة سهلة وسريعة. صافي كنبدا كنشكل فيهم بحال هكا كويرات. هانتوما شوفوا حجم الكرة راه صغير، ما تكبروهمش حيت مازال غادي نلاصقوهم. انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل العجينه البيضاء، وندوز بنفس الطريقه غادي نخدم العجينه السوداء حتى هي غنديرها حرابل ونشكلها بنفس الطريقه هكا على شكل كرات. ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نشكلوا الغريبه. صافي هنا كما كتشاهدوا بعد ما شكلت العجينه البيضاء وكذلك السوداء بنفس الطريقه، يعني كنديرهم هكا كويرات صغارين بهذا الشكل هذا كيكونوا صغار بزاف. دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش كنشكلوا الحلوه. غناخذ هاد الكويرات هاد الشكل، وكنجيبو ثلاثه اخرين من هنا من هاد الشكل الاخر، وكنجمعوهم بهاد الطريقه هادي. تنحاول نجمعهم بهاد الشكل هذا. هاد الشكل هكا كما هو موضح لكم في الصوره. صافي وكنحطوها في اللاط، وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين هاد الشكل. نحاولوا نضغطوا عليهم ومن بعد كنجمعوها بحال هكا وكنشكلوها بهذه الطريقه هذه. هانتوما نعود معكم وحده اخرى، كنتمنى يكون واضح بهذا الشكل. وتناخذوا ثلاثه ديال الكرات اخرين وكنجمعوهم هاد الشكل هكا. ومن بعد كنشكلوها بهذه الطريقه هكا. وهذا هو الشكل ديالها. صافي وغادي نحطوها في اللاطه. انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي دابا انتهيت من اللاطه الاولى، غادي ندخلها للفرن. بالنسبه للفرن كنسخنو من قبل و تنديرو على درجه حراره 170 درجه. كنطيبوها من الاسفل
كنشعلوا عليها من الاسفل في الاول، يعني حتى تطيب لينا من الاسفل، عاد كنشعلوا عليها هي تاخذ لينا اي واحد اللون ذهبي خفيف من الفوق. حنا بغينا نحافظوها هكا على اللون ديالها وعلى الشكل ديالها، فما انا كنحمروهاش بزاف من الفوق. صافي ان شاء الله من بعد ما طيب نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها وكيفاش جات الحلوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه من بعد ما خرجتها من الفرن. ما كتاخذش وقت طويل في الفرن، تقريبا ما بين واحد 15 دقيقه هكاك في الفرن. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كنشعلوا عليها من الاسفل حتى تتحمر، كتاخذ واحد اللون هكا، ومن بعد كنشعلوا عليها من الفوق، ما كنخليوهاش تحمر بزاف من الفوق باش نحافظوا هكا على اللون ديالها وعلى الشكل ديالها. هانتوما شوفوا كيفاش دايره من الداخل، راه شيشه ورطبه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم وملتقانا في فيديو قادم ان شاء الله. ودائما لا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناه. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.